كشف الزمان لك القناعة ومد إليك صرف الظهر باعة فلا تخشى المنية واقتحمها ودافع ما استطعت لها دفاعا ولا تختر فراشا من حرير ولا تبكي المنازل والبقاع يقول لك الطبيب دواك عندي إذا ما حس كفك والزراعة ولو عرف الطبيب دواء داء يرد الموت ما قاس النزاع وفي يوم المصانع قد تركنا لنا بفعالنا خبرا مشاعا أقمنا بالذوابل سوق حرب وسيرنا النفوس لها متاعا حصاني كان دلال المنايا فخاض غبارها وشرى وباعا وسيفي كانت الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيها اتساعا إذا الأبطال فرت خوف بأسي ترى الأقطار باعا أو زراعا أهلا بكم لن نخفى لن نخشى حكم التاريخ كل ما نقول وكل ما نفعل عن قناعة تامة بأن الظرف التاريخي الذي نعيشه لا يحتمل أنصاف الحلول ولا يحتمل أيضا أنصاف الأقوال فأنصاف الرجال يصنعون أنصاف الحلول وأنصاف الرجال يقولون نصف الحقيقة هنا لن نقول إلا الحقيقة اليوم كان هناك مؤتمر لسياسات الماليه او الماليه العامه وتحدث وزير الماليه بحديث طويل، ربما كان هذا الحديث سبق وان صرح به اثناء حواره معنا خلال الاسبوعين الماضيين، تم تحريف اجزاء كبيره من هذا الحوار واقتطاع اجزاء، وتم نشرها عبر المحطات المعاديه في الجزيره وفي باقي المحطات التركيه وهو يتحدث عن الدين العام. النهارده محمد معيط وزير الماليه اكد على ما سبق انه صرح به معنا في حواره واكد على رقمين انا اريد ان اوضحهم بجلاء للمواطن للمشاهد للمستمع للمتابع دون دخول في ضجيج ارقام ومصطلحات اقتصاديه بحته. بيتحدث وزير الماليه على انه العجز الكلي في الموازنه القادمه 19 20 سيكون 7.2% كان كام كان 11 لك ان تعرف انه الموازنه العامه للدوله كان بها عجز كل وصل ل 11 و12 و13 في هذه الموازنه سيصل ل 7.2 العجز الكلي في الموازنه العامه للدوله اثنين بتستهدف الموازنه الحاليه اللي هي 19 20 الوصول بمعدل النمو الى 7 الى 6.1 ستة وواحد من عشرة أه بتصريح وزير المالية لنا انه لا تصل عدد الدول يصل عدد الدول اللي تحقق درجة نمو معدل نمو يصل الى ستة في المية فيما اعلى اكثر من عشر دول مفيش أكثر من عشر دول تقريبا على مستوى العالم عندهم معدل نمو ستة واحد من عشرة في المية احنا مستهدفين هذا واحنا كنا في 2011 و12 معدل النمو لدينا بالسالب بالناقص يعني النمو بيتاكل النمو بيضيع ليه بالمنطق يعني مصانع بتقفل مشروعات بتقفل ناس بيتخرب بيتها ناس بتفلس ناس بتقف مشروعات بت... شفنا كل هذا المظهر شفناه بقى في اعقاب 2011 كان عندي نمو بالسالب بال يعني بال النمو غير موجود وبيتاكل النمو الحالي وصلنا الى معدلات نمو 2% 3% ان شاء الله خلال الفتره القادمه نصل الى 6.1% بعدما اغلقت الموازنه الحاليه على معدل نمو 5.5% وده رقم لم يكن اشد المتفائلين يتوقعوا ان يصل معدل نمو في مصر في سنه 19 الى 5.5% لا مش كده وبس وهنوصل لستة واحد من عشرة في المئة ان شاء الله خلال الموازنة القادمة ده رقم مهم جدا لو انت كمشاهد او كمواطن مصري ليس لك اي اهتمامات اقتصادية عليك ان تعرف ان معدل نمو بلدك الناتج بتاعنا معدل النمو بتاعنا المجتمع كله فيه مئة مليون ستة واحد من عشرة في المئة هل هذا يكفي لا يكفي احنا عايزين نوصل لسبعة 7 في المئة لكن انا خايف من بعض الاحكام أحكام الاستراتيجيات المعادية إحنا كان معدل النمو بتاعنا بالماينس بالسالب وصل اثنين وتلاتة لكنه ده منهك للدول المحيطة وكمان منهك للدول العدوة يقول لك إزاي دولة بحجم مصر فيها مئة مليون ومعدل نمو أقل من أربعة في الميه دي هتبقى عبء علينا الناس هتهاجر هيقرفونا نعمل إيه لازم نوصل بمعدل نمو ل 4% في الميه عشان يقدروا يعيشوا يكفوا خيرهم شرهم يبقوا موجودين في بلدهم لكن مصر طلعت من أربعة لخمسة لستة وماشيين إن شاء الله نوصل لثمانية لكن ما قرأته وما فهمته إن هم حاطين لي إطار ما نزلش عن أربعة في المية معدل نمو ولا أرتفع إلى ثمانية في المية معدل نمو لو ارتفعت إلى ثمانية في المية معدل نمو هذا المجتمع يصبح مجتمع فتي مجتمع منطلق يحقق ما لا يحققه الآخرون يهدد مصالح دول كبيرة في الاقليم وفي المنطقه ومن ثم يجب ان تنحصر مصر بين معدلي نمو 4% لا لا تهبط او لا تقل عن اربعة في المية لاغراض انه خايف انه يحصل كارثه مجتمعيه وما تزيدش عن 8% خايف انه ينطلق المارد من القمقم، هي إيه دي القصه، عايز يحصرك ما بين اربعة و8 لا تنزل عن اربعة ولا تزيد عن 8، لكن احنا ان شاء الله بعون الله بفضل الله بتوفيق الله بالمجهود بالشغل بالخطط هننطلق وصلنا لخمسة ونص بعد ما كنا ضايعين مخططين ستة واحد من عشرة في المية ده معناه ايه نمو بتنمية مش نمو من غير تنمية عند نمو في تنمية في قاطرة تنمية شغالين بني أساب بن بنبني ومدن بنشتغل وفي انفاق عام شغال في محاولة للتخلص من الانكماش التضخمي اللي كان كاد انه يقضي على البلد تضخم يعني ارتفاع اسعار وانكماش يعني ما فيش لا انتاج ولا في شغل احنا فككنا هذه المعضله وهذه المعادله وانطلقنا في طريق الوصول الى معدل نمو 6.1% بيد اني يعني اسهبت في الحديث والحديث الاقتصادي دمه تقيل انا عارف لكن بقول للناس كل ما ندور حوله من اجل ان يكون لدينا اقتصاد قوي والاقتصاد القوي والسياسه الرشيده تهدف في النهايه الى توفير مناخ لحياه مجتمعيه هانئه او رفاهه اجتماعيه الرفاهه الاجتماعيه لا يمكن ان تاتي مجانا والرفاهه الاجتماعيه لا يمكن ان تاتي في ظل حاله فوضى سياسيه ولا يمكن ان تاتي في حاله غياب امن ولا يمكن ان تاتي في حاله انكماش وانزواء وانبطاح اقتصادي محتاجين اقتصاد قوي اقتصاد يواجه اقتصاد يبني ولن يكون ولن يقوم الاقتصاد المصري الا على سواعد وبسواعد المصريين الشرفاء اصحاب الراسماليه الوطنيه الحقه بيقول محمد معيد كمان عنده فائض اولي في الموازنه العامه 21 مليار والله واحد دلوقتي تلاقيه بيسمع يقول لي ايه يا عم انتوا بتكذبوا علينا ليه يا سيدي يقول لي انت لسه من يومين قاعد مع الراجل بتقول له الديون بتاعتك يقول لك الديون بتاعتي تاكل الميزانيه كلها ما عدا 100 مليار تقول له هتجيب منين يقول لك هستلف تاني وبعدين جاي دلوقتي تقول لي سبعة واتنين من عشرة وتقول لي 7.2% عجز كلي وتقول لي ان في فائض اولي في الموازنه يا راجل اتقي الله اكيد حد بيقول لي كده هقول له الموضوع بسيط جدا كل ما قلناه صحيح وكل ما اقوله الان صحيح فائض اولي اوعى تنسى كلمه اولي فائض اولي في الموازنه العامه للدوله 21 مليار يعني ايه؟ محمد معيد بيقول ايه؟ بيقول احنا الديون القديمه والحاجات القديمه كلها الحاجات اللي احنا ورثناها على مدار عشرات السنين كل ما ورثناه بيكلف الموازنه العامه 817 مليار ديون وفوائد ديون واقساط ديون اهو رقم ما فيش خلاف عليه 817 مليار جنيه مصري ديون فوائد ديون اقساط ديون من حجم الموازنه بتاعتي الراجل بيقول طب نركنهم على جنب طلعهم على جنب كده ونيجي نشوف موازنتنا بجد بيخش لي كام اللي هو 989 مليار وبصرف كام هو ده الفرق الحقيقي، قال عندي طبقا لهذه المنظومة بعد ما حييت الديون عندي 21 مليار، زي زي ما واحد بسيط جدا صلى على النبي معايا كده بالراحة واحد عنده 1000 آه جنيه مرتب بتاعه وبيصرف آه 900 جنيه يبقى عنده فائض قد إيه؟ 100 جنيه هو الراجل ده عليه ديون أو على أبوه ديون أو على عيلته ديون تصل ل 500 جنيه في الشهر فهو عايز يقيم نفسه أنا ماشي صح ولا غلط؟ اقول طب نحط ال 500 جنيه اللي على ابويا دول على جنب واقيم نفسي اشوف انا صح ولا غلط لقى نفسه ان عنده فائض كمان 100 جنيه الحمد لله اخد ال 100 جنيه احطهم اخصمهم ال 500 بقى على 400 السنه الجايه يبقى 300 السنه الجايه يبقى 200 الحاصل ان الخطه اللي موضوعه للدوله لتحجيم الديون والتخلص من الديون وكلام الديون اللي هي عندي كل سنه بزود الديون بس بزودها ايه الديون اللي بتزيد مش بتزود حجم الدين حجم الدين ده لازم ينسب لايه؟ للدخل بتاعك. ما انت ما تقوليش انت عندك اكبر دوله مديونه في العالم امريكا يا جماعه. السعوديه عليها ديون، الناس برضه مش قادرين يفهموا. عجز الموازنه موجود في كل دول العالم. الاقتصادات الضخمه كلما كان الاقتصاد ضخم، كلما كان هناك عجز وهناك ديون وخلافه، ده شيء طبيعي جدا جدا في اي اقتصاد في العالم. انت العبره بحجم ديونك نسبه للناتج المحلي الاجمالي، المجتمع ده بيشتغل قد ايه؟ بينتج بقد ايه؟ انتاج المجتمع مش بس سلع وخدمات مش عربيات وحديد واسمنت وغيره وعقول المدرس الحصه اللي بيديها دي ده, ده, منتج الطبيب اللي بيكشف ده منتج المجتمع ده كله بينتج قد ايه بيدي رقم 4 تريليون جنيه مصري مجتمع بينتج المجتمع ده نسبه نموه قد ايه احنا بنطلع عندي موازنه الموازنه دي عندي عندي ديون قديمه بحاول اتخلص منها اذا انا انا لا اتحدث الى المغرضين ولا اتحدث الى صيادي اللي بيصطادوا اللي هم بيسموهم بقوسين جميع القمامه اللغويه يجيب لك غلطه يعمل لك مش كل ده كلام فاضي انا بس بوضح للناس الكلام ان احنا ماشيين في الطريق الصح مش كلام نشأت انسى كلامي مش كلام وزير الماليه محمد معيط انسى كلامه مش كلام الدوله امال كلام مين كلام المؤسسات الدوليه اللي ادتني شهاده بتقول لي اقتصادك الاكثر نمو اقتصادك الاكثر صلابه اقتصادك الاكثر واقعيه اقتصادك هو خلال الفتره القادمه سنه 30 زي ما اتقال يبقى من اكبر عشر اقتصادات في العالم ليه مجتمع عافي عنده 60 70% شباب عندي موارد ثابته اقتصاد هيكليا اقتصاد هيكلي مش معتمد على مش معتمد على بترول ولا غاز ولا غيره معتمد على زراعه وصناعه وتجاره وسياحه ورعي واثار وناس وتعليم وقوه كل ده موجود عندي فبالتالي طالما تم إدارة هذه الموارد بشكل اه اه اقتصادي وحقيقي هننطلق الأمام كل مشكلة مصر كانت مشكلة إدارة اقتصادية عندي إدارة عن إدارة ضعيفة أنا بقول إنه الكلام اللي قاله محمد معيد فرصة ربما لكي أسترجع اه اه كلامه معنا لما كان في الحوار اقتطعوا اقتطاع مخل اقتطاع مخل أنا بقول بس انه الدكتور محمد معيط بيتكلم بشفافيه شديده وبصدق شديد ولا يناور ولا يلف ولا يدور ولا يخترع ارقام تصنع نوع من الامال الكاذبه او الاثار الايجابيه المغلوطه حوار شعبوي حقيقي بيتكلم بلغه بسيطه لكن قناه الجزيره كعادتها في كل شيء اقتطعت جزء لمده دقيقه يمكن وحاولت ان تطمس على المعلومات المعلومات قبل والمعلومات بعد زي عن طريقه لا اله انا بقول ايه هو بدايه الايمان ايه لا اله الا الله لو انت قلت لا اله وسكت يبقى انت كافر ما فيش اله هو اشتغلوا عن طريقه لا اله او طريقه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى لغا وانتم سكارى ولا تقربوا الصلاه بس فهو اشتغل الجزيره على طريقه او على خلفيه او بالستايل بتاع لا اله وهم فعلا الناس دي اساتذه في هذا الكلام بس احنا دورنا نوضح للناس تعالوا نشوفه قالوا ايه على حواري مع محمد معيط السنه آه. دي انت هتدفع 541 مليار فوائد فوائد و276 مليار اقساط ديون 276 مليار اقساط ديون, ديون. المجموع ده 817 مليار جنيه ده ده خدمه الدين بس فوائد واقساط وانت عندك كل الايرادات بتاعتك 943 هم في الموازنه 989 آه. فانت لو جبت 900 هتاخد منهم 817 فوائد واقساط ويتبقى لك بس مفيش غير 100 مليار يمكن ولا حاجه اقل اقل انت بتشتغل ازاي؟ هستلف تاني طيب ده ده الكلام اللي قاله محمد نات قاله هو ما ما ما, ما عملوش قص ولزق في الكلام هو الكلام ده بيتقال مظبوط لكنه فاني بيتكلم على ايه؟ على موازنه سابقه ولا موازنه حاليه ولا موازنه قادمه؟ بيتكلم الكلام اللي بالاول على طريقة لا اله طب تعال نسمع نشوف ال ال الجزء اللي مخفي من الحوار السنة دي لأول مرة الحمد لله رب العالمين اشتغلنا يمكن في 30 ستة 2018 يعني مصروفاتنا بدون خدمة الدين غطيناها بإيراداتنا وفضل أربعة مليار جنيه لو أنا استمريت بقى السنة دي بقى اللي بدأت في واحد سبعة إن أنا باستمرار عندي إيرادات تغطي لي المصروفات بدون خدمه دين واللي يفيد انزل اسدد بيه جزء دين. من خدمه الدين آه. واستمر على كده عده سنوات يبقى حاجتي للسلف بتقل 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 فالدين يقل يقل, يقل, يقل آه. اه فتبدا تعمل ايه بقى الفوايد اللي بتدفعها على خدمه الدين تقل وتبدا الموارد اللي انت بتحطها في خدمه الدين تبدا تديها للناس بقى ترجعها تاني مره آه. تانية للناس احنا ان شاء الله متقدمين بموازنه اللي هنسلمها الشهر ده آه. مستهدفين عجز في حدود ال 7.2 من عشرة في المائة. من 17 في المائة. من 17 في لسبعة. ل واثنين من عشرة بعد ايه الطفره دي يا دكتور لانه اشتغلنا صححنا الاوضاع هو ده اللي الناس بتقول عليه اللي م. انت لسه ما قلتش عليه الناس بره اللي بتقول عليه بدليل ان هو بدا يثق فيك وبدا يتعامل معاك وبدا يرجع وبدا يحط عمله صعبه في الادوات وافق و... لانه خلاص شافك كنت جد وصلحت نفسك وظبطت نفسك وقرست على نفسك، هو قال لك لا انا خلاص كده صدقتك وبقيت اثق فيك وبقيت متاكد انك انت هتمشي في الطريق وبقيت بتعمل معدلات نمو وخدتك لمصاف الدول مستهدفين في الموازنه بتاعه 19 20 اللي هي يعني هنسلمها ان شاء الله اخر 6 1 لما تعد عدد دول العالم عدد الدول في العالم اللي هي سته ما فوق انا بقول لك مش هتجيب 10 دول في العالم ده الرد العملي على البهتان والزور والتزوير اللي قامت به قناة الجزيرة وارجع تاني وبقول يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الفسق هو منهج قناة الجزيرة والفسقة هم القائمين على قناة الجزيرة والفساق والضالين هم القائمين على إمارة قطر اللي بتحكم وتتحكم في قناة الجزيرة بقول تاني للمشاهد الكريم كم الزيف والتضليل والإحكام والتدقيق في إظهار مصر إن هي عندها مشاكل وإظهار مصر إن هي دولة ضعيفة إلى آخره هذا بيؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح طيب ده جزء من شائعه دائمه يعني هذا المقطع اللي اقتطعوه من الحوار تركوا كل الحوار بكل الكلام اللي احنا قلناه والكلام اللي الوزير قاله وال والافاق المستقبليه الوزير كان بيستشرف المستقبل بشكل مبهر مدهش يدعو لي ال ال فعلاً ال احترام السياسات الموجوده ويدعو للتفاعل معها لكن هذا يسيء لهم طبعا يعني احنا بنقول انه كل ما يجري في مصر من نجاحات بيستالها هؤلاء فبالتالي بيستمروا في خلق الشائعات بيستمروا في اهاله التراب او محاوله اهاله التراب يعني عندنا خلال الاسبوع الماضي كثير من الشائعات اللي بتستهدف احداث حاله من حالات البلبله داخل المجتمع المصري ربما لمسائل متنوعه من يصنع الشائعات من يخلق الشائعات من يردد الشائعات هذه هي المشكله لكن مجلس الوزراء المركز الاعلامي المركز الاعلامي وضح انه دي شائعات. طب وبعدين؟ وادي تصحيح شائعات تعالوا نشوفوا الشائعات اهم الشائعات يعني اللي انتشرت فرض رسوم على المواطنين في نظام الفاتوره الالكترونيه الجديد. وزاره الماليه قالت ده مش صحيح ووضحت ان تطبيق الفاتوره الالكترونيه بيهدف الى ضبط المجتمع الضريبي دون تحميل المواطن اي رسوم او وباء اضافيه. هو ايه الموضوع؟ معلش يعني احنا عايزين كل الامور تبقى مميكنه. يعني ما فيش حد يروح يدفع يمسك فلوس في جيبه ويروح يعد، ما فيش دولة في العالم فيها ماسك كيس فلوس وشنطة فلوس وحط فلوس في جيبك، فلوس في محفظة، المجتمع كله ممايكن، اوتوميشن كله، ليه؟ أنت المفروض عندك بنك، عندك الفيزا اللي أنت بتحط فيها مش عارف إيه، البقال، كله شغال اوتوميشن، ليه؟ علشان ما فيش حد يفلت ويطلع من المنظومة، أعرف بيخش للبلد قد إيه وبيخرج منها قد إيه، نفقاتي قد إيه وإيه، مش عشان فرض ضريبة، الضرايب بتفرض فقط على الأنشطة وبالقانون مش عايزين حد يفتي كتير ويربط ما لا يربط، ده أول شائعة، تاني شائعة إجراء تحليل عشوائي للمخدرات لجميع المواطنين، قالوا ده هنعمل تحليل عشوائي لكل المواطنين، وزارة التضامن قالت لا، ده إحنا نعمل بس للمعنيين بقانون الخدمة العامة اللي هم موظفي الدولة مش بقية الناس. ده دي شائعة وده رد. أنا بقى تقديري تقديري أختلف تماما مع وزارة التضامن. وأختلف مع وزيرة التضامن. وأختلف تماما مع إنه يتم تمييز موظفي الدولة بإجراء تحليل المخدرات. كل العاملين في الدولة المصرية لأنه المجتمع فقط لا يمثله الخمس ستة مليون اللي شغالين في الدولة المجتمع فيه مئة مليون عندنا يا عشرة مليون بياخدوا مخدرات لازم المجتمع كله يبقى سوي مش بس اللي شغالين في الجهاز الإداري للدولة لأنه المدارس الخاصة السوائين بتوع البساط مش في الجهاز الإداري للدولة مصر مش جهاز اداري فقط فانا تقديري انه يجب ان يكون يجب ان يكون هناك استهداف لكل المواطنين المصريين في كل مكان مش شرط يكون موظف كمان لانه ماشي على الطريق سايق ولا راكب لما اخد منه عينه ليه بياخد مخدرات يتم تطبيق القانون عليه لا يجب ان يكون هناك تمييز ده تقديري رغم ان الوزاره لا صحه لوجود اي قرار بشان اجراء تحليل مخدرات لجميع المواطنين ونوضح ان تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدوله انا تقديري ده غلط يعني تقديري ان ده غلط لازم يكون كل الناس المصريين واحد امام القانون سواء قطاع عام سواء قطاع خاص سواء قطاع اعمال سواء الناس حتى بلا عمل المفروض القانون بيستهدف ايه المشرع عايز ايه هو المشرع عايز يجمل صوره بس موظف الدوله لا والله المشرع عايز مصر تبقى خاليه من الادمان ومن المخدرات يتم تنفيذ هذا تحقيق هذا الهدف بتعميم عمليه الكشف المفاجئ على الناس في أي مكان. الشائعة التالتة كانت توزيع بسكويت منتهي الصلاحية على تلاميذ المدرسة طبعا دي دي حاجة سخيفة بتتقال دايما عشان ينفر دي تلاقي واحد كان مورد بتاع بسكويت وطلع من التوريد فبيعمل شائعة دي معروف هذا الكلام. وزارة التربية والتعليم قالت لا صحة لتوزيع وجبات مدرسية منتهي الصلاحية سواء كانت بسكويت أو غيرها وتشدد على سلام يعني أنا بالمنطق يعني إزاي واحد هيقبل مين في مصر دلوقتي عنده الجرأة ان ياخد قرار ياخد حاجه فيها منتهى صلاحيه وياخد رشوه من حد مين عنده عقل غايب يتخيل ان ده يحصل شيء طبعا سخيف لكنه شائعه قالها احد المستفيدين احد الممكن يكون ممكن يكون واحد وما حدش يضحك عليا ممكن يكون واحد اخوانا قاعد يقول لك اعمل فتنه عادي موجودين في كل مكان في كل مكان موجودين والحاقدين كثيرين كثر الاشعه اللي بعدها يا ابني تغيير المناهج الدراسيه من الصف الثاني الابتدائي حتى المرحله الاعداديه في نظام التعليم الجديد وزاره تربية التعليم قالت غير صحيح ونوضح انه سيتم تغيير المناهج الصف مناهج الصف الثاني الابتدائي فقط من العام القادم لينضم الى نظام التعليم الجديد اما المناهج الخاصه بالصفوف الدراسيه من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الاعدادي فسيتم تطويرها بشكل متتالي في السنوات التاليه حتى يتم استبدالها بالنظام الجديد زي ما قال طارق شوقي وزير التعليم عندنا بنايتين بنايه عماره قديمه بنرمم فيها وننكس فيها والر... ال... ال... العماره الثانيه اللي هي المبنى اللي احنا بنقيم بيه كي جي 1 وكي جي 2 ابتدائي السنه الجايه بقى ايه ثاني ابتدائي عشان بس ما نقعدش ايه نعيد ونزيد في الموضوع الشائع اللي, اللي بعدها هنا الغاء تطبيق نظام البوكلت في امتحانات الثانويه العامه هذا العام الغاء وزاره التربيه والتعليم غير صحيح نظام البوكلت جاري تطبيقه على امتحانات الثانويه العامه خاصه بعد نجاحه في القضاء على ظاهرتي تسريب الامتحانات والغش الالكتروني واحنا بنطلع لقدام لا تتوقع أن يتم تغيير شيء كبر أو صغر كثر أو قل في نظام التعليم لأنه ليس نظام الوزير ليس نظام الوزارة ده مشروع قومي لتطور التعليم اللي بعده إلغاء ضم سنة الامتياز لأعضاء المهنة الطبية وزارة الصحة قالت غير صحيح وسيتم ضم هذه السنة بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة ونشدد على ان الوزاره حريصه كل الحرص على حقوق كافه العاملين بالمنظومه الصحيه. اللي بعده اقامه مشروع كورنيش الابيض الجديد على منطقه اثار بمحافظه مطروح. وزاره الاثار قالت لا يوجد اي اثار في نطاق مشروع كورنيش الابيض الجديد ونوضح انه تم الكشف على هذا هذه المنطقه قبل البدء في المشروع والتاكيد على انها خاليه تماما من الاثار. غيره. مد فتره تقنين اوضاع اراضي الدوله التي تم الاستيلاء عليها وزاره التنميه المحليه قالت الكلام ده مش صحيح وطبعا لانه البرلمان بيناقش الان بعض هذه المواد فحد طلع شائعه قال ده فيه مد لفتره المصالحه او التصالح مع الدوله الناس اللي هم سارقي اراضي الدوله اللي بعديه ازاله اسماء الشهداء من على المدارس بمحافظه الدقليّة، محافظه الدقهليه قالت لصحه لرفع اسماء الشهداء من على اي مدرسه من مدارس المحافظه نشدد ان اطلاق اسماء الشهداء على المدارس والشوارع يعد نوعا من انواع التكريم لهم والاسر لكن برضه هتلاقي في حد متغاظ هتلاقي في حد ارهابي هتلاقي في حد مخه لاسع مخه راكب شمال شايف يافطه شال رح شال اليافطه دي وقال لا ده الدوله لغت او المحافظه لغت او غيره محتاجين قوه من المحليات محتاجين قوه من الدوله في مواجهه هؤلاء الذين يظنون انهم اقوى من الدولة، لا احد فوق القانون ولا احد اقوى من الدولة. اعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، وزارة الهجرة والمالية قالوا الوزارتين يعني قالوا لا صحة لاعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك ونؤكد انه لم يتم اتخاذ قرارات في هذا الشأن لأنه دايما السيارة اللي معفية اللي 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 يوم يسمح بدخولها اللي هي أول مالك بره، يعني لو واحد مسافر بره في فرنسا اشترى عربية زيرو ممكن تخش معاه البلد لكن هتتقيم ويدفع على ما تستحقه من جمارك يبقى دي شائعات كلها انا اتصور ان الشائعات المره دي في تقديري شائعات مش مؤلمه اوي يعني ماشي الحال يعني نقدر نرد عليها بسهوله لكن في شائعات بتبقى ممنهجه مخططه شائعات مقصوده شائعات بتؤدي الى عمليه ارباك في منظومه الوعي اللي احنا بنحاول نبنيها لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه في مجلس النواب هتبدا بكره ان شاء الله في ماراثون الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستوريه المقترحه من عدد 155 نائب وهيبقى هذه الاجتماعات او الحوارات او النقاشات برئاسه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدعوه وجهت الى الهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه للاعلام وعدد من الهيئات القضائيه والمجالس القوميه المتخصصه لحضور الجلسات احمد حلمي شريف اللي وكيل اللجنه التشريعيه والدستوريه قال انه اللجنه ستعقد ست جلسات حول حوار مجتمعي بحضور كل الاطراف المعنيه لعرض رؤيتها في التعديلات المقترحه تعديل الدستور وقال انه اجمالي المقترحات 24 مقترح تتضمن التعديلات الدستوريه المحاله لجنه الشؤون الدستوريه التشريعيه في كذا مجال، المجال الاول مجال التمثيل السياسي في البرلمان سواء للمراه او لذوي الاحتياجات الخاصه او الشباب او العمال والفلاحين، المقترحات بتؤكد وتفعل الاستمرار في هذه المزيات النسبية أو المزايا النسبية ثانيا في مجال إصلاح نظام الحكم هيعمل توازن بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي وهيتحدث عن ما يلزم من احكام انتقاليه في مده الرئاسه وخلافه، وثالثا في مجال السلطه القضائيه تنظيم اليه موحده لتعيين رؤساء الهيئات القضائيه وخلافه، ورابعا مجال مهمه القوات المسلحه اعاده صياغه وتعميق دور القوات المسلحه وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقه المجلس على القوات المسلحه، خامسا في مجال اصلاح النظام الانتخابات حذف عباره التمثيل المتكافئ للناخبين لما اثرته من خلاف في التطبيق العملي كل ما يصبو اليه طلاب هذا التعديل مزيد من الحريات، مزيد من الحقوق، مزيد من التعميق وفكره الدوله البرلمانيه والدوله الرئاسيه احنا عايزين نعمل توازن بين الدوله بين النظام الحكم البرلماني ونظام الحكم الرئاسي. انا تقديري من قراءتي وقراءاتي للتاريخ واحكام التاريخ ان مصر من احمس وحتى عبد الفتاح السيسي دوله رئاسيه براس للنظام لم تكن في يوم ما دوله برلمانيه ولن تكون. ثاني بقول واحد بيكتب بايده الشمال لا يمكن هيكتب بايده اليمين واحد اشول يعني بيكتب بالشمال لا يمكن هيكتب اليمين انت عايز تغير دوله اعمق واعرق واقدم دوله في التاريخ احنا اللي علمنا العالم يعني ايه دوله احنا اللي علمنا العالم يعني ايه دوله يعني ايه حكومه يعني ايه دوله مركزيه يعني ايه حكومه مركزيه واحد يقول لي احنا عايزين مصر دوله لا مركزيه وبرلمانيه بقول له حضرتك غلطان لم تقرا كتب التاريخ مصر دوله مركزيه تاني بقول ده قراءتي انا شخصيا دوله مركزيه قويه براس للنظام رئاسي لم تكن برلمانيه في يوم ما ولن تنجح اي محاوله للزج بمصر ان تكون دوله برلمانيه ولا تنجح اي محاوله لجعل مصر دوله لا مركزيه دوله ثابته موحده قويه بحدود واضحه بتعتمد على المركز في كل شيء ده ممكن يكون عيب لكن هي كده واحد بيكتب بير الشمال ممكن يكون شكله مش حلو هو بياكل بير الشمال، هو ما بيعرفش غير كده، الدولة دي خلقت لكي تكون دولة مركزية برأس للنظام رئاسي لا يمكن أن يكون برلمان ده رأيي. وده من واقع وتفاعلات وأحكام التاريخ. وهرجع أقول لكم تاني إنه فاكرين المعركة الطويلة اللي خاضها أردوغان لكي يحول تركيا من دولة برلمانية إلى دولة رئاسية؟ فاكرين الاخوان ساعتها قالوا ايه قالوا درس بليغ في الديمقراطيه والله بالنص قال الاخوان قالت الاعراب قال المنافقون انه هذا اللي بيعمله اردوغان درس بليغ في الديمقراطيه ليه قال لك علشان خاطر تركيا لو لو استمرت دوله برلمانيه ستتناول عليها وستاتي عليها وسيطلها كل اعداء تركيا من الدول الاوروبيه والدول الـ 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 الإمبريالية والدول المحتلة والدول اللي بتستهدف تركيا لابد أن تكون دولة رئاسية عشان يحكم الدولة والنظام والنظام البرلماني نظام فاشل كل الإخوان قالوا كده كل الناس قالوا هذا الكلام وتكلموا عليه إنه درس في الديمقراطية لما نيجي إحنا نتكلم على مصر دستور مصر بنغيره المصريين بيغيروه المصريين شايفين مصلحتهم أيا كان الوضع لا يمكن لأحد ولا يسمح لأحد ولا يحق لأحد مهما كان ولا حق لدوله او مؤسسه او جماعه ان تتحدث في امر يخص المصريين فالمصريين كانوا وما زالوا وسيظلوا هم الذين يمسكون بناصيه امورهم لن يترك ولم يترك المصريين امورهم لغيرهم واللي كان بيسمع نابليون زمان كان بيقول نابليون في وقت ما مصر اهم ومصر اخطر ومصر اقوى من ان يديرها المصريين بمفردهم بيحاول يرسخ فكره ان انتم مش هتقدروا تحكموا نفسكم بنفسكم هيهات هيهات خبا وخسر انا بقول هذا الكلام واحنا بنعيد بناء الدوله بنعيد بناء الصوره الذهنيه من تاني دورنا جميعا ان احنا نقرا التاريخ الناس اللي بيتكلم في الدستور يقولك اه كان الدستور مناسب في الوقت اللي كان فيه في الوقت اللي كنا فيه كان مناسب هذا الكلام لكنه الان بعد هذا التطور لم يعد مناسبا لنا ما نع لنا ما نراه لمصلحة بلادنا. تقليد جميل جدا آآ آآ يعني أثار فضولي من ناحية وأثار إعجابي واندهاشي من ناحية أخرى أن تستقبل كلية الشرطة أكاديمية الشرطة عدد 400 طالب وطالبة من 41 جامعة مصرية بيأدوا يوم كامل بالمبيت داخل كلية الشرطة يشوفوا إخواتهم واقرانهم واشقائهم وشقيقاتهم في كليه شرطه بيتعاملوا ازاي ده دول طلاب كليه شرطه ودول الطلاب اللي جايين من جامعات مدنيه يعني كل الجامعات المصريه بقى القاهره وعين شمس وجامعه دمنهور وجامعه شبين وجامعه الزقازيق وغيره كلهم جم في اكاديميه شرطه يوم بيتعايشوا معاهم يشوفوا ايه اللي بيعملوه بيصحوا من النوم الصبح آه بيتدربوا ايه؟ بيعملوا تمارين ايه؟ حاجه تفرح حاجه تفرح ده, ده المنظر اللي فيه التحام قوى الشباب على احلام الوطن هو ده اللي احنا شايفينه دول اللي, ولاد اللي في اكاديميه شرطه اللي هيبقوا ضباط المستقبل ودول الاولاد اللي, اللي جايين من الجماعات المصريه اللي هم ال ال الرصيد الحقيقي الموجود في المجتمع اللي هيبني وهيعمر وهيكمل المسيره هيكمل ورانا المسيره احنا عايشين يوم يومين سنه سنتين الله اعلم بالاعمار لكن دول بيكملوا احنا فرحانين بالمنظر فرحانين بالصوره فرحانين بالشكل يا ريت تتعمم ويا ريت تستمر ويا ريت يبقى فيه في كل الجامعات يبقى دي كليه شرطه اكاديميه شرطه بتستقبل هنشوف كل الحربيه نفس الكلام ونشوف البحريه نفس الكلام الدفاع الجوي نفس الكلام خلينا وجامعه القاهره تستضيف كل مره وجامعه اسكندريه تستضيف كل مره خلينا نبدا نعمل عمليه اعاده بناء مره اخرى لنسيج هذه الامه من الشباب الواعد الصاعد اللي هيستلم الرايه لكنه لازم يستلمها رايه خفاقه وزير قطاع الاعمال قال كلام خطير جدا قال انه لانه الراجل وزير قطاع الاعمال الدكتور هشام توفيق بينظر الى الامر بعين حاسمه يعني انا اكثر من مناسبه اتابع هذا الرجل واجرى مداخله او مداخلتين معاه فيما فيما سبق هو بيتسم بالجراءة راجل جريء جدا وراجل اصلا لا بيلف ولا بيدور على فكره دغري اقصر طريق خط مستقيم وانا يعني تماما يعني قمه الاعجاب بهذه الشخصيات وهذه النوعيه وهذه الطريقه اللي ال... يمسك عصا النص ويحاول يرضي كل الاطراف لن ينجح كن كما تقتنع وقولة حق الراجل لا في شركه فاشله قالك نحلها شركه ناجحه قالك نعومها شركه كذا نبيعها نشتريها بالاخر كفايه ترقيع كفانا ترقيع لشركات قطاع الاعمال العام اللي خربت البلد خلال الفترة الماضية وكان فكرة الخصخصة اللعينة ان احنا بنبيع وكله بيسمصر وكله بيسترزق وضاعت ثروة مصر اللي اتبنت في الستينات ضاعت في الفترة بتاعت الخصخصة وغيره تعالوا نشوف بيقول تستهدف بيقول نستهدف رفع نسبة المكون المحلي وتصدير معظم الانتاج من ايه بقى شراكة يابانية مع النصر للسيارات شركة نيسان من الاخر يعني شركة نيسان شركة اليابانية العملاقة عملت وابرمت اتفاقية مع شركة النصر للسيارات شركة نصر بتاعتنا التاريخية اللي معمولة في استنات لانتاج تسعمية آه آه لانتاج مئة الف سيارة مئة الف سيارة مقرر انتاجهم بالشراكة والتعاون بين شركة نيسان ومصنع النصر للسيارات الموجود في مصر اللي عنده كمية أراضي وكمية جراشات وكمية مصانع لكنها مهدرة مهملة هشام توفيق حط إيده على الوجع وقال إن احنا نبدأ نعيد هيكلة الشركة من تاني ونقوم بإنتاج يعني كمان في الإطارات والكاوتش من خمسين ألف نوصل لتسعمية أو مليون أعتقد إنه مجهود يشكر إحنا في العام بنسلط الضوء على حاجة إيجابية هنصنع مئة ألف سيارة بالاشتراك مع نيسان اليابانية بنقول لوزير القطاع اعمال ربنا يقويك على الهم اللي عندك غدا قالت ان بنك ناصر هيدعم مشروع مشروعات تطوير العشوائيات ب 20 مليون جنيه يعني حوالي مليون دولار بنك ناصر بيدعم بقيه البنوك طب فين البنوك الخاص؟ فين بقيه البنوك الخاصه فين بقيه رجال الاعمال يعني بنك ناصر الاجتماعي هيتبرع ب 20 مليون جنيه لصندوق العشوائيات طيب فين رجال الاعمال اللي اللي كل واحد فيهم لسانه قد كده فين طب فين الناس اللي استفادوا من اراضي الدوله فين فين الناس اللي باعوا واشتروا المتر ب 20 قرش وجنيه وبيتباع دلوقتي ب 10000 جنيه فين الناس اللي اللي خدوا الطريق الصحراوي كله وحولوه منتجعات فين شاركوا يعني كل واحد يحط في عينه حصوة ملح زي ما بنقول كل واحد يحط يحط في عينه شوية ملح كل واحد يحس بالبلد أنا مش بزايد على حد بقول كل واحد اشتغل وعرق وتعب وكسب حلال عليه ربنا يبارك له لكن تاني كان فيه تسهيلات من الدولة في وقت ما كانت غير متاحة للجميع ما كانش فيه تكافؤ فرص كان السرقة والفساد أنا آسف والله كان مخنن كان مشرع كان بالقانون كان بالتشريعات اللي خد أراضي العين السخنة كلها واللي خد أراضي طريق الصحراوي كلها واللي خد واللي خد كل هذا كلام بقول إيه عليهم إن هم بس يا أخي تكسف على دمك يا أخي تكسف على دمك يا أخي خلاص ما تعمليش فيها ان انت مناضل وعصامي وتعمل ان انت تعبت وعرقت، تعبت وعرقت في ايه؟ ما انت رشيت فلان ودفعت لفلان وجبت فلان خليته يعمل لك كذا، ده احنا شفنا بلاوي، ده احنا لما نكتب على الفساد اللي كان موجود في فتره ما والله لم تصل خيالات رجال الدراما لما كان يجري. المؤشر العلمي العالمي للفتوى بيتكلم على على فتاوى الموسوميه بقى احنا ايه دلوقتي النهارده كام النهارده 19 بكره 20 بعده اللي هو يوم الخميس بكره النهارده ايه النهارده الثلاث بكره اربع يوم الخميس عيد الام عيد الام عيد الام اللي هو 21 مارس يعني تخيلوا من الهيافه ومن السطحيه ومن الضحاله اللي تناسبهم بعض الجماعات وبعض اللي بيطلقوا على انفسهم رجال دين او فقهاء بيحرموا الاحتفال بعيد الام. اهو المؤشر العالمي للفتوى فتاوى عيد الام اهو فتاوى عيد الام بين الكفر والتحريم والاباحه كفر وتحريم واباحه أنا نهار اسود في حد يجرؤ ان يقول الاحتفال بعيد الام كفر اه في ناس قالت كفر. كفر 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 وتحريم واباحه داعش والسلفية الجهادية يحرمون ويكفرون داعش والسلفية الجهادية يحرمون ويكفرون والإخوان حسب الطلب لو في الغرب يقول لك حلال لو في الشرق يقول لك كذا عشان يرضي السلفية الجهادية يقول لا عشان يرضي داعش يقول لك كفر وهكذا دول يعني إمعات لكن خلاصة الموضوع أنا بقول أنه في عيد شم النسيم بتنشط ذاكرة هؤلاء وفتاوى هؤلاء في يتكلم لك البيض حلال ولا حرام والتلوين البيض والفسيخ والخروج في راس السنه اللي يقول لك المسيحيين تقول له حلال لا كشر في وشه لا اخبطه في دماغه مش عارف ايه التاني يقول ايه اللي احنا فيه ايه المجتمع المخترق ايه الكلام الفارغ اللي احنا فيه الناس بتعمل ايه واحنا بنتكلم في ايه العيد الامه حلال ولا حرام شام نسيمه حلال ولا حرام يعني انا فعلا في حاله يرثى لها لما وصلنا اليه في اهتماماتنا دول جماعات مارقه، جماعات تكفيريه، جماعات ليس لها علاقه بالدين عندما تبيح وتجيز النحر باسم الدين النحر باسم الله الله اكبر لا يسمع منها ولا ينقل عنها انا اقول للمؤشر العالمي للفتوى وبختار على كل الناس لا ناتي ولا نعيد ولا نزيد فيما يقول هؤلاء فهؤلاء مجموعه من المرتزقه مرتزقه الفكر ليس لهم من عقل يفكرون به فبالتالي المفروض ما نقلش عنهم كل يوم هيطلعني ما هو كفرني ما هو لما يكفرني هيكفر كل افعالي ما هو لما المجتمع يقول عيد الام كل سنه وانت يا امي ونجيب الاغاني بقى ونتكلم يوم يا سيدي يوم يا سيد يوم المراه يوم الطفل يوم الرجل يوم مش عارف ايه يوم يعني احنا بنحاول نتلاكك عشان نفرح احنا بنحاول نتلكك عشان نعيد ترميم انسانيتنا من جديد بنبحث بحثا عن الدفء الانساني بنخترع يوم الحب يوم الام يوم الأب يوم الظهور يوم أي شيء بحيث إن احنا هو هو عايزني مكشر هو عايزني مكشر دايما دايما تجد أن هؤلاء لا يبحثون إلا عما يثير كل ما يشغل هؤلاء هو المنطقة الوسطى لدى المرأة هو كل ما يشغلهم المرأة المرأة عاملة لهم إيه هو دائما يتحدث عن المرأة يحاول أن يحط من شأن المرأة ولا يستطيع أن يستغل المرأة وكل واحد فيهم بينظر إلى حياته إن هي عشان الشهادة والشهادة ليه؟ عشان حر العيد يعبد المرأة يا رجل يعبد كل مفاتن المرأة ويهين المرأة وتلاقي أحدهم لا يتزوج أقل من أربعة شيء غريب من النفاق والمشكلة إن إحنا معاهم الروح وعندهم وياخدونا في الكلام ونقعد نناقش كلامهم دول لا يستحقوا مجرد الاهتمام أو المناقشة عيد الأم على الابواب كل يوم كل سنه وانتم طيبين كل الامهات كل سنه وهم بخير كل سنه وهم فوق راسنا كل سنه وكل الامهات المصريات وغير المصريات كل سنه والمراه بخير احنا محتاجين شويه دفء انساني محتاجين شويه روح جديده بنتدثر ون يعني كل واحد فينا محتاج هذا كلام لا هو عايزك دائما على اطراف اصابعك خايف من نار خايف تموت، خايف من عذاب القبر، خايف يا عم ما عندي جنة يا عم، هو مفيش غير عندك عذاب القبر؟ يا عم هو مفيش عندك غير إن الله شديد العقاب؟ يا سيدي ما عندك غفور رحيم، إيه لا هو عايزك تبقى خايف، عايزك دايما محتاج له أن يديك فتوى، محتاج دايما يخليك على أطراف أصابعك، هتخش النار، كذا، إيه الموت في سبيل الله أسمى من يا حمار العيش في سبيل الله هو أسمى أمانينا، يا أخي أفضل لك أن تعيش في سبيل الله من ان تموت في سبيل الله لو انت مخلوق عشان تموت ما كانش خلقك سبحان الله العظيم يا اخي على هذا الغباء وهؤلاء الاغبياء المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام حط مجموعه من القواعد الضابطه لفوضى السوشيال ميديا قال ايه؟ سموها محاذير زي ما الشروق سمتها محاذير على وسائل التواصل في لائحه الجزاءات الجديده سموها لائحه الجزاءات وانا يعني من جانبي اسميها لائحه الضبط لائحه الضبط انا بقول انها مش جزاءات بقدر ما هي ضبط يا اخي نسمع نشوف الكلام ايه الاساءه الى مؤسسات الدوله او الاضرار بمصالحها العامة يعني واحد يشتم الجيش واحد يشتم القضاء واحد يشتم وزاره التربيه والتعليم واحد يشتم يعني يعني يسيء اليه مش ينتقدها انا لسه بنتقد دلوقتي اي حد انتقد ما عنديش مشكله لكن واحد بيسيء عبر بوست ولا غيره يتكلم يقول يسيء يتطاول يسب يشتم اعتقد انه ده ما حدش يقبله. اثاره الجماهير او اهانه الراي الاخر ان انا اقول للجماهير يلا نخرج عشان نعمل كذا 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 واسفه من الراي الاخر طالما راي مش فعل الراي الاخر مش الفعل الاخر لما واحد اهو قدامنا الكلام اهو اهو اثاره الجماهير او اهانه الراي الاخر. نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحكم من ساعتها انا شايف واحد بيقول لك فلان مات انقل بسرعه زي ما قالوا على ناس كتير فاكرين اتقال على حفتر واتقال على مين واتقال على مين فاكرين هذا الكلام اصدافة شخصيات غير مؤهله بجيب واحد وبقول ده خبير في شؤون مش عارف ايه ويطلع هو ولا علاقه ولا خبير ولا يطلع حاجه تانية خالص اجراء مناقشات او حوارات تعمم حالات فرديه يعني انا بجيب واحد بيتكلم على ظاهره العفاريت اي كلام يعني فيحاول يوحي للمجتمع ان البلد كلها ملبوسة وعفاريت انا مش عارف موضوع العفريت ده اشمعنا مصر الله اعلم يعني ليه بس العفاريت والجن بيجي في مصر الله اعلم أه إجراء مناقشات وحوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة بما يترتب عليه الحق ضرر بحق المواطن في التمتع بصحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر رفيع من المهنية متوافقا مع الهوية الثقافية المصرية. خرق قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية فاكرين لما كنا في 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 أعتقد كرم القواديس يمكن الحق 100 واحد مات الحق 60 الحق 70 وفي لوحات الحق مين والحق مين يا عم اهدى شويه لما يجي المتحدث الرسمي يقول لك الموضوع ايه هو الثاني الرجل في الحرب يعني تخيل انت لو ابنك موجود في الحرب دي موجود وبيحارب وانت يقول لك كم أم كم مصاب كم قتيل كم شهيد كم يا عم اهدى يا عم العمليات شغاله يا سيدي الناس شغالين بيحاربوا الناس بيحاربوا دلوقتي وعايز المعلومه دلوقتي لا يمكن يتم الا بعد انتهاء العمليه اغراض تكتيكيه واغراض امنيه وتامين الناس لكن احنا دايما متسربعين دايما عايزين بسرعه دلوقتي نشر صور لوجوه الاطفال اثناء التحقيق معهم او محاكمتهم وطبعا اللي بيستهدفوا بيستهدفوا الاولاد الاطفال في عمليات سياسيه زي محمد نصر من العيال يا عم محمد انت مش لوحدك انت مع الخرفات حاجات من هذا القبيل الكلام اللي موجود ده هو اللي, اللي يعني هو موجود بصوره الاستاذ مكرم محمد احمد استاذنا ده المجلس الاعلى للاعلام بيعمل عمليات ضابطة لأداء وسائل التواصل الاجتماعي كلنا بنشتكي يعني اللي مش عاجبه لو جت عملت عليه حملة ممنهجة انه يستهدفوه ويغتالوه على السوشيال ميديا هيقولك الحقوني لكنه اللي, اللي ما شافش وما دقش وما جربش كيف يتم اغتيال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي مش هيفهم هذا الكلام احنا ما بنقولش حد بيقول رأيك يا عم الصبح قول رأيك قول اللي انت عايزه انتقد حط اللي انت عايزه لكن ما تشتمش حد يعني في فرق بين النقد مش بناء يا سيدي، مش عايز نقد بناء. نقد اي نقد حتى لو نقد ايه؟ جارح ما عنديش مشكله، لكنه لا يتحول الى سباب او شتائم، لا يتحول الى بث شائعات، لا يتحول الى خلق معلومات وهميه، لا يتحول الى استهداف المجتمع، لا يتحول الى تعكير صفو المجتمع، هو ده الموضوع. في ناس طبعا مش عاجبها هذا الكلام، في ناس مش عاجبها انه يقولك ده استهداف للحريات، ربما ده ده رايهم الاسوشيت بريس الكلام اللي انا قلته دلوقتي شرحته للناس نختلف او نختلف لكن رأيه وبندرس هذا الكلام. وكاله الاسوشيت بريس الامريكيه نشرت تقرير بينتقد فرض المجلس الاعلى للاعلام في مصر لائحه تنظيميه جديده. اللي هي انا بقول ايه؟ مسمينها لائحه جزاءات انا بقول دي لائحه تنظيميه. وبسرعه الاسوشيت بريس قالت ده الكلام ده كلام خطير. ليه يا عم؟ قال لك تم في مصر فرض قيود صارمه تسمح للدولة بحظر المواقع الإلكترونية وحتى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 5000 متابع إذا إذا اعتبروا تهديدا للأمن القومي وقالوا المجلس الأعلى للإعلام هيفرض عقوبات صارمة ألف جنيه على اللي يغلط من هذا الكلام وقالت الوكالة يصف الصحفيون البارزون صحفيون المصريون البارزون هذه الإجراءات بأنها غير دستورية أنا عايز أعرف هو وكالة الأسوشيتد بريسي دي مكتبها في القاهرة لما يقول لي في صحفيون بارزون بيصفوا الاجراءات بنا غير دستوريه طب ما يقول لنا مين هم اسمائهم ايه وبارزون منين بالظبط بارزون من الامام ولا من الخلف انا ما يعني ايه بارزون يعني ايه صحفي بارز والنبي انا ما اعرفش يعني ايه اعلامي كبير ويعني ايه صحفي بارز ايه صحفي بارز انا نفسي اشوف الصحفي البارز ده عايزين نشوف الصحفيين البارزين اللي, اللي قالوا ان احنا ضد هذه المشروعات غير الدستورية يروح يقولها لاشد ليه ما يجي يكتبها في الاهرام ما يكتب تعال اقول عندي يا سيدي اللي مش عاجبه اللائحه دي يجي يا عم نتناقش نعمل ندوه ونتناقش لكن يطلع في الوكاله الامريكيه مش عايز اغلط يعني واقول بتعمل ايه؟ يطلع يقول لك وبعدين الوكاله تجاهل تجهل وتقول صحفيون بارزون اعلاميون كبار ايه اعلاميين كبار دي؟ مفيش إعلام اعلامي كبير واعلام صغير، ما فيش صحفي بارز وصحفي بارز منين بالظبط؟ انا مش فاهم. وبعدين نقلت الوكاله في تقريرها عن اهو محمد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابه الصحفيين اكد انه وزملائه سيتخذون اجراءات ويسلكون المسار القضائي ضد هذه الخيوط، ده طبعا عادي جدا خد المسار المناقشه الطبيعيه عندك مجلس عندك نقابه اتكلم في النقابه اقول لكن انا انا مع كامل احترامي للاخ محمد عبد الحفيظ او القائمين على الامر بقول يا جماعه ده مشروع موجود، تعال نشوفه هو ليك عمل؟ اسبابه ايه؟ دوافعه ايه؟ طب خايفين من ايه بالظبط؟ تعالوا نشوف الكلام ده إيه لانه ده قضيه بتهمنا كلنا وبعدين الصحفي البارز ده اللي اتكلم وما قالش اسمه ده لو اتعمل عليه حمله على السوشيال ميديا هيعيط وانا بشوف ناس كتير جدا. ال النقيب الصحفيين الجديد الدكتور دي رشوان طلع بيان وقال ان هم هيجيبوا الحاجات دي يناقشوها ويشوفوا ايه الموضوع لكن المجلس الاعلى للاعلام تاني دي اللي مش لائحه جزاءات دي لائحه تنظيميه. ناخد نتناقش مفيش مشكلة، لكن احنا لما يحصل مشكلة فين المجلس الأعلى للإعلام؟ لما واحد سافر يقعد يشتم في المجتمع يقول لك فين المجلس الأعلى للإعلام؟ لما يجي واحد يكتب مش عارف يقولك يقول لك فين المجلس? لما يجي السوشيال ميديا تتكلم فين؟ أهو طب طلع تنظيم أنت بتعمل ليه كده؟ يا دجوحة يركب ابنه وراه يشتموه، يركب ابنه قدامه يشتموه، ينزل ابنه يشتموه، يطلع إيه اللي بيحصل؟ لا إله إلا الله. طيب في عارفين عارفين اذكركم بمشروع الدوله للقضاء على العشوائيات. مشروع الدوله للقضاء على القبح الموجود في العشوائيات، والعشوائيات ليس قبحا من حيث الشكل وانما من حيث المضمون، فكانت الاسمرات هنا في القاهره وبعض الخطط الاخرى وفي اسكندريه كانت بشائر الخير. هروح على طول على بشائر الخير بيتم ازاله العشش والبنايات القديمه لانها بشكل عشوائي ويتم اقامه زي ما احنا شفنا قبل كده الرئيس افتتح مره واتنين بشاء خير واحد واتنين وان شاء الله ثلاثه شغاله دلوقتي واحنا بيتم ازاله كل هذه العشوائيات والبنايات القديمه ويتم تخطيط وفقا لمخطط عام او ماستر بلان واضح ومتفق عليه. في حاجه دي؟ الكلمتين اللي قلتهم دول فيهم حاجه؟ خالص على الاطلاق، الببني من جديد بشيل القديم، بشيل العشوائيات، بشيل العشش، بشيل الصفيح عشان ابني بيوت محترمه للمصريين تليق بيهم لغايه دلوقتي مفيش حاجه لكن اثناء الهد احنا بنهد ايه؟ بنهد كل القديم وانت بتهد كنيسه بتهد جامع بتهد مدرسه بتهد مفيش ولا مدارس مفيش حاجه اصلا زاويه موجوده ومبنى شال كل ده عشان يبدا يخطط يعمل العمارات للناس تسكن وبعدين يعمل الخدمات اللي فيها جامع وكنيسه وغيره بتوع الاخوان بتوع الاخوان راحوا صوروا اللحظه هدم مش البيوت والعشش المسجد هو جه في لحظه المأذنه وراح مصور وواحد اطلق صرخه الايه لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله يبرز ويظهر بيحاول يظهر ان مصر دوله بتهدم المآذن والمساجد بشكل يدعو الى عمليه اشمئزاز شديد من هذا الاستهداف اهو قدامنا اهو هدم مسجد الاخلاص ده مين اللي جايب الكلام ده؟ ده الجزيرة جايبه هذا الكلام مهتمين قوي بكل التفاصيل اهو هدم مسجد الاخلاص جايب الصوره اهو اهو اتفرج بس بص ادي المسجد اهو اهو هو 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 ايه الموضوع؟ ايوه هي هي اللقطه دي هي اللقطه دي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ايه اللي بيحصل؟ هدموا الدين هدموا المساجد يشتغل بقى عليها للصبح اللقطه دي يجيبها ويحط عليها كلام بقى ويجيب لك ادخل اتبكي الناس الذين يريدون مش ممكن هيجيب لك ايات قرانيه يحطها على دي يقول لك الذين في ايه بتقول ايه؟ مش هفتكر الايات دلوقتي بس هيبدا يربط بين ايات قرانيه اتكلمت على اعداء الدين وبين دي لا. لا 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 الصوره دي اللي قدامنا دي احنا بنقول بنهد ونبني طب ما هو في مساجد يا سلام هو كل مسجد طالع كده مسجد اقول ده مسجد ضرار ها؟ يلا الناس اللي, اللي, اللي بيقروا في الفقه وفي السيره وفي في مساجد اصلا لا يعني انا مش عايز اتكلم المسجد ده ملوش علاقه باي توجه او اي فكره او غيره ده احنا بنشيل المكان اللي فيه عشوائيات عشان يتبني فيها عمارات ويتعمل فيها مسجد تاني على اسس منضبطه دي قصة خدوها بتوع الجزيره لحظه سقوط او اسقاط او هدم المسجد وقال لك لا اله الا الله ده اعداء انا بقول بتوع الجزيره بقول لهم ان القاهره بلد تسمى في التاريخ الالف مئذنه. اكبر عاصمه في العالم فيها مآذن هي القاهره، اكبر عاصمه في العالم فيها يصدح قوله قولة الله اكبر على مدار الساعه هنا في القاهره، لا يمكن ان يزايد احد على مصر، لا شعب ولا حكومه ولا دوله فمصر دوله بتعرف وتعلم كيف تحافظ على الدين الاسلامي والدين المسيحي وحتى الدين اليهودي والدافع عن الإنسانية لكن أنا أنا هوريكم بس غيط العنب دي كانت شكلها إيه؟ هات لي يا ابني هات لي صورة غيط العنب وهي عشوائيات ونوريها للناس فين يا إبراهيم؟ فين يا صفوت؟ أهو دي غيط العنب دي دي العشوائيات دي مدينة غيط العنب أهي قدامكم يا مصريين هي دي المنطقة اللي تم إزالتها دي اللي حوالين المسجد تم إزالة هذه المنطقة بهذا الشكل الذي لا يليق بالمصريين تم ازالتها تماما لكي يتم استبدالها بمنطقه تليق بالمصريين، منطقه اللي هي بشا هي دي الكلام، هات لي هات لي يا جنب بعض والنبي بسرعه والنبي الله يخليك اتحولت بقت كده يا جماعه اتحولت يعني انا ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ انا بتكلم ادي ادي بشاير الخير واحد واثنين وكانت قبل كده كانت عامله ازاي؟ هم دول الناس المصريين دول دي المنطقه العشوائيه اللي كنت شايفينها من شويه. اهو ادي المسجد اهو المسجد الجديد المسجد بيتبني احنا بنبني مسجد يليق بالمكان احنا لا يمكن لو احنا ما هدناش المسجد وسبناه هيقول لك شوف المسجد هدوا وعملوا بيوت وعملوا عمارات وسيبوا المسجد زي ما هو دول اعداء الدين ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيتقال؟ ليه الاستهداف؟ ايه هاتلي لي الصورتين يا صفوت لو سمحت صوره اهو صوره فيها ال ال صوره فيها اهو قبل وبعد ادي بشائر الخير وادي قبل الخير ما يجي ادي قبل الخير ما يجي وادي بعد الخير ما جه الصورتين الاتنين ناطقين ده اللي تم هده وتم ازالته وده اللي تم بناؤه لما اجي بهد المسجد صور دي وقال لك انت يعني عايز توصل لايه أنا يعني عايز أفهم، الجزيرة عايز توصل، إيه ما هي الرسالة الإعلامية التي تريد الجزيرة المسمومة أن توصل؟ إن إحنا ضد المساجد وضد الدين؟ لا والله. لا والله. والله أنت كذاب أشر، والله أنت منافق معلوم النفاق، والله ما ما تجد شعب أحرص على دينه وأحرص على قيمه وثقافته مثل هذا الشعب. شيل شيلي خلاص خلاص الصورة أعتقد وصلت، لكن اللي أنا بقى عايز أقوله لا للمزايدة لا نقبل انه يزايد احد هؤلاء الخونة علينا لا نقبل لا نقبل باي حال من الاحوال المزايدات والكلام واضح لكن عايز اقول الجزيرة اذا كانت عايزة تعرف تعمل موضوع كويس انا غششهم موضوع بس هم لو عندهم ذرة كرامة يعملوه وانا هغشش الجماعة بتوع محمد نصر ومعتز والولاد دول الهبل دول هغششهم حاجة برضه اللي عايز يتكلم على موضوع المساجد وهدم المساجد هقول لكم بس خليكم رجاله واعملوها حصلت بغششكم موضوع اهو اردوغان قام بهدم مسجد على خليج البسفور في وضح النهار بعدما قام ببيع الارض اللي عليها المسجد لامير قطر وقام امير قطر وحاشيته عن طريق شركه مقاولات تركيا بهدم المسجد وإقامة مكانه ايه تعالوا نشوفه تعالوا نشوف هات الصورة يا ابني هات لي يا ابني الحاجة يا ابني peşkeş çekileceğine dair de çok önemli e, evet. iddialar var. Alanın değil mi? Evet, yani alan. yıkılan caminin bulunduğu o Boğaz manzaralı evet, çok alanın güzel bir yer. Katar şeyhine peşkeş çekileceği iddiaları, i̇ddiaları var. İddiaları var. Çok önemli iddialar bunlar. 5 Ekim sabahı, sabaha karşı saat 4'te mahallenin aylarca Döneğe direnmesine, gibi. günlerce direnmesine Döneğe rağmen Döneğe. acımasızca Döneğe. yıkılmış. Döneğe. Bu utanç peki kimindir? <laughs> Ağızlarından dini düşürmeyen, alnı secdeye değiyor diye vatandaşımızın teveccühünü kazanmış yetkililer acaba burada yaşananları nasıl açıklayacaklardır? Kirazlı Tepe'nin bu haline bakınca yüzler hiç kızarmaz. هم من يهدمون المساجد هؤلاء هم من يقومون بالعمل يقولون ما لا يفعلون هنا نهدم من أجل إعادة البناء وعلو البناء في جو يليق بالبناء ويليق بالناس هناك هكذا تم هدم وطمس هذا المسجد التاريخي على خليج البسفور لبيع لأمير قطر لإقامة حانات وإقامة كازينوهات وإقامة دور لله ومكانه هذا ما دعا المعارضة التركية إلى أن تقول ما قالت وعرضناه عليكم ولم نتحدث نحن بل تركت المعارضة التركية تتحدث كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم زعيم المعارضة كمال كليكدار أغلو قال كلام خطير للغاية حول ما زعناه بالأمس وهو في مؤتمر انتخابي بيستخدم ويستهدف استهداف واستخدام الفيديو للعمليه الارهابيه في نيوزيلندا استخدمها بشكل مثير شكل غير مبرر شكل غير مقبول شكل بيدعو للرثاء على هذا الرجل وعقله الذي ضاع لكن احنا انتقدنا وانتقدنا ربما يفسر اننا دوله عدوه لكن عندما يخرج هذا الكلام من زعيم المعارضة التركية الوطني كملك الإجدار أغلو هو بيقول له إيه بيقول له إيه رئيس حزب الشعب الجمهوري بيقول إن كنت بيقول أردوغان إن كنت تتلذذ من هذه المشاهد فلتعرضها لأسرتك داخل القصر على مدار الساعة لو أنت عاجبك الكلام ده مبسوط منه بتتلذذ بهذه الأصوات والدماء فرجها لبيتك مش للشعب التركي بيقول له تاني الرئيس بيقول الرئيس رجب طب اردوغان يخدم الارهاب من خلال عرض مشاهد المذبحه التي شهدتها نيوزيلندا خلال لقاءاته الجماهيريه. ما هذا العبث الاردوغاني المستمر المستشري اللي بيحدث على مدار الساعه اردوغان بيتكلم بيقول ايه؟ ده, ده, ده اردوغان وهو في المؤتمر ده في المؤتمر اللي, اللي عرض فيه اهو ده اللوحه الكبيره الشاشه الكبيره وعرض هذا الكلام والراجل حتى كليشنار أغلو بيقول له يا اخي لو انت بتنبسط بالكلام ده بتلاقي بيشوفه في بيتك يا اخي فعلا شيء العالم كله بيمنعه وهو بيتاجر بيه بيقول تاني اردوغان قال كلمه خطيره جدا اردوغان بيقول كلمه خطيره جدا في المؤتمر قال ايه بيوجه نداءه للغرب بيقول لهم اجدادكم اجدادكم اتوا الى هنا بعضهم عادوا على اقدامهم والبعض الاخر عادوا داخل توابيت ان كنتم ستاتون مره اخرى عاقدين النية عينها فنحن في انتظاركم وسنستقبلكم مثلما استقبلنا اجدادكم سنظل هنا حتى قيام الساعة ولن تتمكنوا من تحويل اسطنبول الى القسطنطينية لن نردد لن نتردد في تحويل بحر وارض قلعة الى مقبرة لهؤلاء الاعداء مثلما فعلنا من 104 سنة أضاف أردوغان في إن الغرب يواصل اختبار صبر تركيا، بيقول يختبروننا بالرسالة التي بعثوا لنا من نيوزيلندا التي تبعد 16500 كيلو كيلومتر عن تركيا، نقول لهم تلقينا رسالتكم واستوعبناها وأدركنا حقدكم وكراهيتكم لا تزال حية قائمة. أعتقد بينفخ في حرب يتمناها. ينفخ في حرب جديدة، حرب بين الصليب والهلال. بيستدعي من التاريخ ويقول اردوغان بانه مستعد لمواجهه حرب صليبيه جديده وبيتحدث على انه كانت اسطنبول عندما كانت القسطنطينيه بيتحدث على انها مقبره الغزاه وانا اقول يا اخي يا اخي الا تخجل من مذابحكم التي طالت الجميع خاصه مذابح الارمن يا اخي مذابح الاكراد يا اخي مذابح التي تمت قبل سفر قبل صفر بارلك في المدينه المنوره ومكه المكرمه يا اخي لماذا تحاولون تزوير التاريخ؟ تحاولون ذلك من اجل بقائكم، لن تبقوا الا اذا كان هناك تزوير للحقائق والتاريخ. بيتحدث اردوغان في المكالمه والمهاتفه التاريخيه لرئيس وزراء رئيس وزراء نيوزيلندا وبيتكلم انا وانا 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 بس الغريب في الامر انه بيتكلم على طول يعني هل الست بتعرف لغه تركيه؟ هل الست بتعرف لغه تركيه؟ ادي المكالمه. بيتكلم 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 هو بياخد اللقطه، هل فعلا كان فيه على الطرف الاخر رئيس وزراء نيوزيلندا؟ انا ما اعرفش والله، يعني انا بسال بس، هل الصوره اللي قدامي دي هو بيتكلم بيقول لها انا عايز منكم تقولوا كذا وكذا وكذا والارهابي لو ما حسبتوش أنا هنحاسبه. انا بسال هو كان فعلا معاه على الطرف الاخر الست رئيس وزراء نيوزيلندا ولا كان معاه مثلا مولود جويش اوغلو ولا كان معاه مين ولا كان مع مين يعني ولا كان بلال ولا مين ولا 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 البيرق جوز بنته يعني كان مين معاه الناحيه الثانيه مين مين يؤكد انا اتشكك انا اتشكك ان اردوغان بي كان بيكلم رئيس وزراء نيوزيلندا لان المشهد التمثيلي المسرحي اللي قدامي بينم على انه بيكلم نفسه مش مدي الست فرصه حتى اتعلق هو اللي بيكلم اللقطه بيديها للناس ان انا بتكلم وزع وبدي تعليمات لرئيس وزراء نيوزيلندا يا اخي سبحان الله يرجع يقول ايه لو نيوزيلندا ما قامتش بما يجب ان تقوم به مع هذا القاتل احنا هنرد بطريقتنا ما هو بلطجي اردوغان لا يحترم القانون وليس لديه اخلاق المسلم لكنه يتعامل بنظام البلطجي بلطجي المنطقه فتوه المنطقه هو فتوه الاقليم يتعامل على انه فتوه الاقليم لكن اقول للجميع ان فتوه الاقليم بلطجي المنطقه شرط المنطقه الذي كان يعمل مخبرا لدى الامريكان انتهى دوره انتهى دوره تماما وافتضح امره ولم يعد هناك له ظهر الا الاخوان والاخوان طبعا زي ما احنا عارفين حاله الشقاق اللي بين الاساتذه بتوع الاخوان الشيوخ بتوع الاخوان والشباب وصلت بالامر الى ان هم بيشتغلوا مخبرين على بعض في تركيا ومن هنا كان عمليه ترحيل محتمله خلال ساعات ل 12 13 شاب من الاخوان نتيجه الصراعات الداخليه اللي بينهم النهارده في نيوزيلندا في البرلمان النيوزيلندي عشان تعرفوا بس ايه مش عمليه ارهابيه لا خلاف عليه الراجل اللي عمل العمليه الارهابيه مش نيوزيلندي ده استرالي بالمناسبه وقعت العمليه في نيوزيلندا بتقع في مصر في كل مكان بيقع في العالم في عمليات ارهابيه لكن الارهابي اخرج اسوأ ما فيه اسوأ ما في البشر وهو بيقتل هؤلاء بنهم شديد لكن المجتمع النيوزيلندي اخرج افضل ما فيه عندما أخرج الإرهابي أسوأ ما فيه تحدى المجتمع المتحضر في نيوزيلندا وأخرج أفضل ما فيه وبدأ البرلمان جلسته بآيات من القرآن الكريم في فيديو عندكم يا شباب شغل هالي أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وبقيت هذه الايات القرانيه شاهده على عظمه هذا الدين وبقيت هذه الاخلاقيات التي تخرج من ثنايا هذه القراءات وهذه النظرات وهذا الاحتساب وهذا الصبر وهذه الايات المنتقاه بعنايه لتعبر عن هذا الدين هذا الدين الذي لا يعرف الا التسامح والسماحه هذا الدين لا يعرف السباب هذا الدين لا يعرف الا الاخلاق سئلت السيده عائشه عن اخلاقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران كان قرانا يمشي على الارض هكذا كان نبينا وهكذا يجب أن نكون متأسين به صلى الله عليه وسلم لم يكن, لم يكن لعانا ولا شتاما المؤمن الحق أو المسلم الحق من سلم الناس كل الناس من لسانه ومن يده أعيد قراءة الدين بأعين سليمة وليست بأعين مريضة الأعين المريضة وهؤلاء العلماء الذين ظنوا أنهم علماء ستصعر بهم نار جهنم يوم القيامة لانهم ضلوا واضلوا. كما قلت هذا البرلمان وهذا المجتمع النيوزيلندي على بعد مسافاته ضرب المثل والقدوة في ان يخرج افضل ما فيه في مواجهة حادث هو الاسوأ ربما على الاراضي النيوزيلندية. لكن نيوزيلندا بتتهم اردوغان بشكل مباشر. تتهم اردوغان بتعريض مواطني نيوزيلندا للخطر، ليه؟ قالوا انه وزير الخارجية النيوزيلندي قال مع أن منفذ الهجوم لا يحمل الجنسية النيوزيلندية إلا أن مثل هذه الحملات الأردوغانية الترويجية التي تترك انطباعات خاطئة ومغلوطة عن نيوزيلندا قد تعرض حياة مواطنين للخطر المقيمين في الخارج وهذه خطوة غير صحيحة وغير عادلة وفي تصريحاته قال إيه كمان قال ليس من الصائب مهم جدا استغلال أردوغان لمشاهد الهجوم خلال حملات الانتخابية أنا في تقديري أنه أردوغان ما بقاش وحش أردوغان لم يتحول إلى إنسان قذر. أردوغان هو في المقام الأول إنسان أهوج إنسان أهطل إنسان بيقول ما لا يفعل إنسان بيمارس تمثيلية دائمة ومسرحية دائمة بيظهر عكس ما يبطن وربما إن الحوادث والأحداث تكشف حقيقته معدنه لم يتغير معدنه لكنه هو معدنه هكذا هو بي بي بيتكشف على حقيقته مع مرور الاحداث والايام والازمان. اردوغان النهارده بيقول النهارده اردوغان في تغريده نشرتها الاناضول بالنسبه لي مهم جدا والله مهم جدا جدا نركز فيها بالنسبه لي لقد اخطانا حين الغينا عقوبه الاعدام. إذ يصعب علي أن أرى الذين تسببوا في مقتل 251 مواطنا ليلة المحاولة الإنقلابية 15 يوليو 16 وهم أحياء في السجون يتم تلبية إحتياجاتهم حتى ولو كانت عقوبتهم السجن المؤبد، يعني إيه؟ إيه الكلام ده؟ بيقول أنا ندمان وأنا أخطأت إني لغيت عقوبة الإعدام في تركيا لأنه الناس اللي عملوا انقلاب ب 251 في السجن بياكلوا ويشربوا المفروض يعدموا بيقول انه الراجل النيوزيلندي ولا الاسترالي اللي عمل مذبحه نيوزيلندا لازم يعدم يا سلام يعني عقوبه الاعدام عايز اردوغان اه يعني بيقول ان هي عدل اه يعني بيقول ان انا غلطان اه بيقول اخطانا اهو هات لي تاني يا ابني هات لي تاني هات تاني اهي بيقول ايه بيقول بالنسبه لي لقد اخطانا اهي واضحه اخطانا في ايه في الغاء عقوبه حين الغينا عقوبه الاعدام فاكرين لما احنا قمنا باعدام ال ال 12 او التسعه من الشباب اللي اللي قاموا باغتيال النائب العام فاكرين لما لحظه الحكم بالاعدام عيط اردوغان والاعدام لازم تلغى الاعدام والاخوان حاولوا يعيطوا الاعدام 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 قلنا حينها انه ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب وهذا من الدين وهؤلاء يريدون أن يطمسوا على آية من آيات الله، هؤلاء يريدوا أن يطمسوا على حكم من أحكام الله، قلناها لم يستمع أحد، اليوم بيعود هذا الأخرق الأحمق ويقول أخطأنا حينما ألغينا عقوبة الإعدام، ليه؟ لأنه يريد أن ينتقم، يعلم تمام العلم بأنه الشيء الوحيد اللي ممكن يضع الأمور في نصابها هو القصاص، كان بالأمس يستخدم القصاص وبيستخدم عقوبة الإعدام في الهجوم على مصر إزاي مصر الدولة المتخلفة تعمل عقوبة الإعدام إزاي رئيس مرة في شرم الشيخ قال لهم إيه دي ثقافة المجتمع لما يجي حد يموت ولا حد يستشهد يجي أهل يقولوا عايزين حقه ثقافة المجتمع عرف المجتمع دين المجتمع القصاص اللي خلق الناس سبحانه وتعالى يعلم اللي بيعالج الناس القصاص لكم حياة في القصاص تعالوا نشوفوا بقى انا بفكركم بس انا بنشط ذاكره الناس وذاكرتي انه بالامس هجموا عقوبه الاعدام وهجموا مصر عشان هجموا مصر النهارده لا عقوبه الاعدام حلوه جدا تعالوا نشوف محمد ناصر وكان بيتكلم رئيس التركي رجب طيب اردوغان امبارح لما كان عمل حوار في سي ان ان ترك كان اتكلم بشكل متاثر جدا باعدام التسعه واتكلم عن دفاعهم عن نفسهم يعني بيدافع عن اردوغان وبيهاجم مصر الفكره كلها هجوم على مصر مش فكره حق ومنطق و... و... وعنده مبادئ وخلافه أه... طب هات لي في تويتر تاني بتك... وهو بيتكلم عن القدس هات لي كده ابراهيم لو سمحت عاجل اردوغان اذا ضعف الشعب التركي ستضعف قضيه القدس وفلسطين وقضيه الحق والعداله انا مش قادر اصدق والله يمارس عهرا سياسيا والله لا أجد اسما أقل من هذا هذا عهر سياسي في وضع النار بيقول إنه الشعب التركي لو ضعيف هتضعف القضية القدس طب يعني انت عملت ايه يا عم للقدس يا عم حد يقول لي انت غلطان حد يجيب لي حد يجيب لي اي ورق يقول لي يا عم انت مش فاهم حاجه ولا بتقرا تاريخ ولا زفت على دماغك ده الراجل ده الجيش التركي اتحرك سنه كام وعمل عايز اعرف حد يقول لي من التاريخ حاجه مصر اللي خارت اربع حروب من اجل القضيه الفلسطينيه بتهاجم مصر اللي حمت الاسلام وقدمته لينا طيعا للعالم بتهاجم مصر من هؤلاء الخونه الاوغاد، شوف اللي هات لي يا ابني اللي بعدها. في حال تعثر تركيا تتعثر معها سوريا والعراق واليمن وليبيا واركان والبوسنه. بيربط مستقبل العالم الاسلامي بيه انتوا شايفين الاستهداف؟ احنا مصيري لو انا مت العيله هتضيع. لو انا مت البشريه هتقع انا محور الكون هو اراد هنا ان يرسخ ان تركيا محور الكون بيقول ايها التافهون الذين تهددوننا بالقول لا تعبروا الى الضفه الغربيه من البوسفور عليكم اولا ان تتعلموا جيدا تاريخ هذه الامه والله يا عم اردوغان عرفناها عرفنا التاريخ الدموي عرفنا التاريخ الاسود عرفنا التاريخ الاسوء لكن اكثرهم لا يعقلون أردوغان تركيا رمز السلام والأمان للملايين في العالم يعني دي, 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 دي نوكتة بقى والله تحتاج مني إلى كلمة لكنني لا أستطيع قولها هذه الكلمة يعني إيه خليها في الأسرار طيب ما تيجي تشوف الرجل اللي اسمه محمد الصغير محمد الصغير صغير محمد الصغير رخيص محمد الصغير دعاة الفتنة والإرهاب تعالوا نشوفه الصغير وهو صغير ويصغر كلما تحدث، تعالوا نشوفوا. ربنا الأردوغان ابدا. يقول لك اردوغان بيمثل عليكم. م. طيب مثلوا علينا زي اردوغان. أه أحنا, بسك... احنا 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 أنا م... مفئي؟ احنا موافقين؟ احنا موافقين، مثلوا علينا. يعني ما دام التمثيل ده بيرضي الشعوب إلى هذه الدرجة ويستجلب رضا الشعوب على الحكام. أنا أنا أقول لك لا أخفي. يعني يعني شيء حقير. بيتكلم بيقول ده بيمثل على الناس قال قال ايه؟ قال انه بيمثل ما تمثله زيه عادي اخواني عادي هات شغلوا لي ثاني يا ابني نشوفه فضايح يقول لك بتب... بتطبلوا لاردوغان ابدا يقول لك اردوغان بيمثل عليكم مم. طيب مثلوا علينا زي اردوغان آه إحنا, سب... احنا 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 م... احنا, إحنا مثلوا علينا يعني ما دام التمثيل ده بيرضي الشعوب الى هذه الدرجه ويستجلب رضا الشعوب على الحكام انا انا اقول لك لا اخفي انا عايز اعرف محمد الصغير وامثاله متعلمين فاني مخور فاني بيت دعاره متعلمين فين دول دول متعلمين فين بيقولوا الرجل الراجل بيمثل يقول له انا ممثل طب بقولوا له زيه اعملوا زيه ما هو شغال عدو هيك شيء حقير شيء حقير شيء يدعو للتقيؤ فعلا شيء يدعو للتقيؤ من هؤلاء واشكالهم فعلا والله اني احتقر هؤلاء في الله والله اشمئز من هؤلاء شيل يا عم شيل شيل ياسين اخطاي على تويتر اللي هو مستشار اردوغان بيقول التغي... بصوا بصوا الفجر التغييرات الدستوريه الجديده في مصر الاسباب والنتائج التي في ندوه نظمها مركز الشؤون العالميه الاسلاميه في جامعه اسطنبول والجزيره نشرتها على طول اهو بصوا التعديلات التعديلات الدستورية في مصر الظروف والتداعيات. ده 19 مارس ده النهارده مركز الجزيرة للدراسات. مين اللي قاعدين دول؟ منهم ياسين أقطاي أهو قدامنا وأدي مين ده يا ابني اللي مش شايفه مين ده؟ أنا أنا شايف ده من من مؤخرته ومن مقدمته ده أيمن نور أهو قدامنا. ده أيمن نور أنا أيمن نور ألا تخجل؟ أنا بسأل أيمن نور ألا تخجل؟ أنا طارق الزمر أهو طارق الزمر وياسين أقطاي وطارق. انا بسال سؤال بسال سؤال انه ايمن نور ده مصدق نفسه ايمن نور مصدق انه راجل اصلا ايمن نور مصدق انه سياسي اللي قاعد باع نفسه بثمن يستحق بخس لانه رخيص ايمن نور الرخيص الرخيص بيهاجمني في احد تويتاته النهارده لن امنحك شرف الرد عليك لانك انت رخيص ارخص من ان ارد عليك لانك انت واحد بتتقوت بتتقوت بخيانه بتتقوت وترتزق بخيانتك لبلادك اللي قاعدين على المنصه دي كلهم كارهين للدوله المصريه انا عايز اسال سؤال هو اللي قدامنا ده زمر اللي جنب ايمن نور اللي جنب ياسين اخطاي ده انتوا فاكرين ولا نسيت ده اسمه ايه طارق زمر اللي هو عمل ايه اللي خطط وساعد ودعم في قتل الرئيس السادات احنا لا ننسى لا ننسى أيمن نور ده راجل مزور دخل السجن قبل كده لانه مزور وعارفين تاريخ ايمن نور والله 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 ايمن نور لو لو قل عقلي قليلا لكانت فضائحك حديث العالم لكني فعلا التزم باخلاقيات مهنيه وتربيه حقيقيه اني لا اخوض في هذا فانت احقر حقيقي حقيقه الامر احقر من ان نتحدث عنه لكنه قاعد بيتكلم على تعديلات دستوريه دي تعديلات دستوريه لمصر والمصريين وفي مصر انتوا ملكوش كلمه ليس لكم الحق في الحديث عن الدستور المصري ليس لكم الحق في الموافقه او الرفض. ليس لكم الحق في التعليق لانه ده دا شان داخلي مصري وانتم اعداء للدوله المصريه. اذكركم ماذا قلتم في التعديلات الدستوريه التي جعلت لاردوغان حاكما الها في تركيا؟ قلتم بانها درس بديع او درس رائع او درس لم يسبقه دروس في الديمقراطيه. الان بتتحدثوا عن الدستور في مصر الا تخجلون؟ انا اعلم انكم لا تخجلون، اين حمره الخجل؟ انا اعلم ليس لديكم حمره ليس لديكم دم على الاطلاق، ياسين اخطائي هذا العراب عراب الخراب، هذا القاتل الدموي الزمر اسمه طارق الزمر وهذا ايمن نور، ايمن نور بيشتغل باللقمه زي ما بيقولوا بيقبض من قطر معلمه استاذه اسمه بتاع إسرائيل ابراهيم اسمه ايه؟ عزم بشار عزم بشارة هو اللي بيديله الموافقات على الشيكات كل شهر وبيتكلموا ينزلوا علينا الديمقراطية والليبرالية أي ليبرالية تجعل أيمن نور فعلا هم بيضحك أيمن نور بيقدم نفسه للعالم على أنه زعيم الليبرالية بيجلس جنب مين؟ جنب طريق الزبر حاجة غريبة جدا يعني كيف يجمع هؤلاء صورة واحدة؟ أنا أقول بأن هؤلاء لا يجمعهم إلا ضلال وضلالات هؤلاء لا يجمعهم لا مبدأ ولا فكر هذا على النقيض من هذا ده بالتاكيد طارق الزمر عارف عن ايمن نور وايمن نور عارف لكن بيجمعهم الان فقط ايه عداء الدوله المصريه انا كان لدي كثير من ال الاخبار ولدي بصراحه يعني عزم بشاره امبارح تحدث في نفس الموضوع اللي بيتحدث فيه الثلاثه او الاربعه الخونه اللي موجودين قدامي عزم بشاره الاسرائيلي اليهودي الصهيوني اللي اللي, اللي كان بيدعي انه يساري، عزم بشاره امبارح عامل حوار في قناه العربي بيتكلم فيه على الدستور في مصر، بكره انتظروني مع عزم بشاره واقول مفاجآت مين هو عزم بشاره وليه بيعمل كده وبكام؟ دمتم في امان الله غدا نلتقي.